أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين. نسير معا في طريق جديد نسلكه الى الله، لا نبتغي فيه الا مرضاه الله. نتوقف امام العلم ونسأل ونطرح لكم ايضا الكثير من الاجابات. فكانت الاجابات تتفق مع علم التصوف وتتفق مع القرآن والسنة النبوية. اذا فمن اين جاء الخلاف؟ ومن اين جاء الجدل؟ ومن طرح هذا الجدل؟ وما هي المساحات الفارغه التي يتحدث عنها الناس بانها تحتاج الى علم يملاها بين هذا وذاك كانت التساؤلات وكان لضيوفنا الكثير من الاجابات وفي هذا المسير نتوقف مع الرساله القشيريه ما ترك لنا الامام ابو القاسم القشيري رحمه الله في رساله اخذت منها الكثير من الرسالات فاصبحت مرجعا واصبحت منهجا واصبحت متكئا لاهل التصوف توقف الامام القشيري مع ابواب كثيره لكنه اصطفى وقدم بعض الابواب ومن هذا نسير على دربه الخوف على مراتب الخوف والخشيه والهيبه. فالخوف من شرط الايمان ومن قضيته، والخشيه من شرط العلم، والهيبه من شرط المعرفه. هكذا قال في باب الخوف، وكذلك نقل عن يحيى بن معاذ رحمه الله: مسكين ابن ادم لو خاف من النار كما يخاف من الفقر، لدخل الجنة من خاف من شيء هرب منه ومن خاف من الله عز وجل هرب إليه وفي هذا نسلك طريقا إلى الله من مملكة الدراويش طريق الليلة إلى الله نتوقف في مملكة الدراويش برؤية وطرح مختلف أيضا في حلقاتنا كما تابعتمونا في هذه الحلقة أرحب بضيفي الكريم وهو وكيل المشيخة العامة للصوفية في مصر وله الكثير من المؤلفات في هذا الإطار الدكتور أحمد جودة المهدي نوان يا دكتور وأهلا بحضرتك أهلا بحضرتك كل عام وأنتم بخير أولا الدكتور أحمد جودة المهدي فحين نقول هذا نتوقف عند جودة المهدي بما يذكرنا في هذا الحوار الدكتور أحمد عن جود المهدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا بسم محمد بسم الله. النبي الأمي الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم الأستاذ الدكتور جودة المهدي هو شيخ في الطريقة النقشبندية وأخذت عليه العهد في الطريق الصوفي إلى الله تحت مسمى الطريقة النقشبندية أهم ما يميز شخصية الأستاذ الدكتور جودة المهدي أنه من بيت صوفي أبا عن جد أخذ العهد الصوفي في الطريقة النقشبندية عن والده الشيخ محمد أبو يزيد المهدي والده الشيخ محمد أبو اليزيد المهدي كانت له خلوة صوفية في مسجد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه في الطابق الثاني وكان بيقيم فيها اخذ عنه الطريق الصوفي سيدي جود ابو لذيذ المادي انا بعتبره شيخ وسيدي آه. لاني اخذت منه العهد في الطريق كان يلقب بمحامي الاولياء في عصري آه. وكان يلقب بحجه التصوف في عصري لان ليه مؤلفات يعني مش تصوف بالمعنى العادي كان تصوف اكاديمي يعني مثلا ترجم لائمه التصوف في كتابه القيم موسوعه شهيره اعلام الصوفيه, أعلام الصوفية. ترجمت ترجمه التصوف من اول عصر التابعين سيدنا الحسن البصري واحنا بنقول برضه عصر التابعين ده دلاله على ان التصوف مش بادئ حديث كده ولا مذهب جديد لا بادئ من اول عصر التابعين سيدنا الحسن البصري حتى عصرنا الحالي ومشايخ في الطريق النقشبندي له ايضا موسوعه التصوف روح الاسلام ذكر فيها بقى كل مقامات التصوف الذكر والاوراد والخلوه والشيخ والبيعه والعهد والزياره وبرضه الشبهات كان ليه دور له البراهين الجليه في دفع شبهات خصوم الصوفية دافع عن كل المفاهيم اللي بيتهمونا فيها ان احنا يعني اهل الصوفية اشبه بالكبوريين اشبه بعباد الاصنام يعني اتهام التصوف اتهامات كثيرة دافع وضرق جميع هذه الشبهات عشان كده لقب بمحامي التصوف في عصره وهو برضه اول عميد لكلية القرآن الكريم كلية القرآن الكريم كان من فضل الله على طنطا طنطا اشتهرت بالقرآن الكريم نسبة الى المسجد الاحمدي اشهر مقارئ الجمهورية واشهر المقرئين قراء الإذاعة الخمسة الكبار اللي بيسجلوا المصحف مرتب يا إما من تخرجوا من المسجد الأحمدي أو مشايخهم اللي تعلموا على إيدهم أيضا تخرجوا من المسجد الأحمدي فربنا كرم طنطا بكلية الوحيدة على مستوى الجمهورية وتسمى بكلية القرآن الكريم سعى جاهدا الدكتور بيدا المادي في إنشائها وكان أول عميد لها وشرفة مدينة طنطا ببركة إن فيها مقام سيدي أحمد البدوي اللي مسجده يعد في أشهر مقارئ الجمهورية لتخريج منهم طبعا الشيخ الحصري خريج كان مقر المسجد الاحمدي وهو طبعا اول من القران في الاذاعه وكذلك الشيخ مصطفى اسماعيل خريج المدرسه الاحمديه كبار المقرئين خريجوا هذه المدرسه لذلك ربنا اكرم طنطا على يد الدكتور جوده المهدي بكليه القران الكريم. مقام الشيخ اقرب للقلوب وللوعي العام الشعبي من الدكتور لكن اتوقف مع الدكتور جوده او الشيخ جوده. كانت المفاضله الشعبيه ايهما الى نفسه اقرب وكيف كان في هذا المقام وكيف كان في هذا المقام مما تعلمت منه؟ والله هو شخصيه الشيخ جوده او الدكتور جوده هو ربنا اكرمه جمع بين الاثنين ولكن المحبب اليه جو المشايخ هو تربى في مسجد سيدي احمد البدوي حتى ربنا اكرمه كان فسر جزء كامل واكثر في مسجد سيدي احمد البدوي على حلقات متصله اسبوعيا الحضره اللي كان بيعملها كان له حضره اسبوعيه يعني يترك بقى الجانب الرسم والاكاديمي الجلبيه والعبايه والطاقيه وصلاه الجمعه اسبوعيا في سيدي احمد البدوي وحضره نقشبنديه صوفيه بالاذكار والادعيه والاوراد الماثوره عن مشايخه كان بيعملها في مسجد سيدي احمد البدوي وكان بعد الحضره بيستقبل الاحباب والمريدين ويبدا توجيهاته بقى من حيث الطريق اللي عايز يعرف حاجه عن التصوف، اللي بيسال يعني زوار سيدي احمد البدوي، نسال مين؟ طب الزياره الناس بييجوا يقولوا لنا انتوا داخلين هنا وتزوروا وده في تشبه بعبدة الاصنام، ده في تشبه بالشرك وما شابه ذلك. اول ما يسالوا نروح لمين؟ كان اللي على طول في المواجهه حتى مشايخ المسجد الاحمدي الشيخ جوده الشيخ جودة المهدي. آه. آه. فطبعا يعني هي دي يعني من فضل آه. ربنا وهو وجد مشايخه كده ووجد يعني هو درس في كلية أصول الدين القاهرة كان الدكتور عبد الحليم محمود قبل ما يترقى الشيخ الأزهر كان عميد كلية أصول الدين أوه. يعني معاه صباحا في الكلية آخر النهار في مسجد سيدنا الحسين يجده في مجلس طبعا. دلائل الخيرات مجالس الصلاة على النبي وده تطبيق عملي للتصوف آدي مجلس الصلاة على النبي لا غبار عليه يعني أئمة التصوف نجدهم في العمل الأكاديمي جمعوا بين الاثنين عمل اكاديمي في النهار والصباح بالليل في مساجد ال البيت ليه مساجد ال البيت دول يعني كفايه وصيه الرسول بالموده في القربه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه فين الموده نزورهم يعني مثلا اثناء اقامه الشيخ الدكتور ودا المادي في القاهره كان في الكليه صباحا ثم مجلس دلائل الخيرات مساء في مسجد سيدنا مولانا الامام الحسين وكان بيجد في المجلس عميد الكليه ووكيل الكليه ايضا الدكتور ابو العيون كان موجود في هذا المجلس المبارك فجمعوا بين العلم الاكاديمي وجو المشيخه الموروث عن مشايخنا واللي يعني عايز اقول يعني توارث عن اهل مصر بطبعهم الطيبين حبهم للمشايخ أكتر من الناس الاكاديميين آه. يجد فيهم البساطه وهو الشيخ كان كده آه. طبعه عن وجهه البشوش آه، وجهه اللي ربنا اداله شيء من النورانيه في الوجه آه. بسطته آه آه. كل ده خلى يعني قربه من الناس والناس قريبه منه في الحوار وفي الاسئله وتبسيط المعلومه ب... بعدم يعني عايز اقول بالوسطيه م. يعني يعني الحمد لله احنا مشايخنا في التصوف كلهم على منهج الوسطيه في الاسلام الامه كلها المفروض تكون على منهج الوسطيه م. ربنا ذكر لنا وكذلك جعلناكم امه وسطا يعني الناس يعني مرينا بمرحله كلنا اهل مصر وشفنا التشدد والحاجه الصعبه والحمد لله ربنا ازال الغمه فالناس بدات ترجع الحمد لله في الوقت الحالي ويحبوا الجو اللي احنا تربينا عليه واحنا صغيرين كان يعني بطبيعه الحال اللي ظاهر على الساحه الساحه يعني بالمقصود الشارع المصري حب الناس لاهل البيت حب الناس للمشايخ حب الناس لزياره الأولية ودي طبيعه او يعني عايز اقول يعني ايه تركيبه في الشعب المصري حبهم لاهل البيت طيب دكتور أحمد خليني أتوقف مع حضرتك عند نقطة مهمة حضرتك تفضلت بيها وهو الجزء الخاص بهوية مصر أو ثقافة المصريين ووعيهم الديني واتكلمنا عن الجزء الخاص بالوسطية وأننا يعني هذا طبع المصريين الوسطية مع دخول تيارات مختلفة ودخول أفكار مختلفة بترى أنه تسلسل التراث المعرفي الوسطي الديني بالنسبة للمصريين اختلف كثيرا ولا بنجد حاليا أنه لا يزال موجود لكن كان عليه غمة ما أو, أو ضباب ما إنجاز التعبير والله والحمد لله ما زال موجود وفعلا جه وقت كبير الغمه يعني كانت موجوده وصراعات وتيارات فكريه مختلفه ولكن يعني بفضل الله الطبيعه المصريه تغلبت على هذه الغمه يعني ناس كتير حاولت بكافه الوسائل بقى ماديه ماشي نشر مطويات وكتيبات اتهام التصوف بانه نوع من يعني وصلوا للشرك والعياذ بالله والكفر اتهام رموز الصوفيه يعني في اكتر من كده اتهم سيدي احمد البدوي وش معنى سيدي أحمد البدوي أشهر شخصية صوفية؟ اتهم بالتشيع، طب ليش الشخصية دي بالتشيع؟ هو لما يكرهوا المصريين في يعني أكبر الأولياء دائرة المعارف قالت على سيدي أحمد البدوي أول كلمة بعد اسمه كده هو أكبر أولياء مصر. ولقد امتاز بفلسفة صوفية تأسست على الكتاب والسنة وده مرجع يعني مرجع إيه إسلامي مم. وسطي يعني مش هنقول مثلا اللي عمله إيه أهل التصوف، آه. لا أساتذة الحضارة الأكاديميين بيترخوا الأهل مصر وعلماء مصر والأولياء مصر أدي ذكر سيدي أحمد البدوي بهذه الصفة نيجي بقى التيارات المتشددة تيجي تقول على هذه الشخصية آه. اللي اشتهرت في الولاية بهذه التهمة ولكن طبعا هو غرضهم إيه يكرروا الناس يذكره الشخصية رقم واحد من ناحية ال الشهرة في الولاية يبقى نجحوا ان هم صد الناس عن بقية الاولياء. قيل عنه في هذا المقام يعني واستفيد من حضور حضرتك في درء شبهة ان وجدت ايضا يعني او او مفسدة ان وجدت انه كان يعني يغيب فلا يصلي كان يعني يحضر في حال بمفرده فينقطع عن الصلاة لفترات كان يأمر بأمور يعني خارقة أو خارجة عن المعتاد نتيجة أنه تأتيه بعض الخوارق أشياء من هذا القبيل ماذا يرد في هذا المقام الآن؟ والله هو يعني شخصية سيدي أحمد البادي ورد الله عنه من أكثر الأولياء اللي يعني توجه إليها أسهم الناقدين ما بين فعلا زي ما حضرتك قلتي يعني شبهة التشيع شبهه أنه هو ترك الصلاه ترك الصلاه شبهه أنه هو عنده حال اشبه بال يعني قالوا عليه في يعني والعياذ بالله بالجنود يعني اكاذيب كثيره ودي طبعا غرضها يعني كراهيه الناس في الشخصيه رقم واحد من حيث الشهره في الولايه ولكن طبعا اما نيجي بقى بصفه علميه او بصفه اكاديميه اولا كل هذه اكاذيب 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 واباطيل ومقصوده بسبب يعني طبعا إيه الناس تكره الاولياء م. يعني كان يقيم الصلاه، كان لا يعني هذه امور يحافظ على ده بالعكس يعني بعد يعني لم يكتفي بالفرائض الخمسه. يعني طبعا قيام الليل، قراءه القران طوال الليل ودي المراجع الصوفيه زي اللي مثلا اللي حققها الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر دائره المعارف مثلا نجد مثلا سيد عبد الوهاب الشعراني في طبقات الاولياء. يعني يعني ذكر طبعا المناقب بتاعته وقال عنه قال عن يعني بعد برضه ذكر اسم سيدي احمد البدوي قال وشهرته في جميع اقطار الارض تغني عن تعريفه ولكن نذكر جمرة من احواله تبركا به يعني الشهرة بتاعته وصل لجميع اقطار الارض إيه نجد ايضا إيه ناخد شهاده من شهادات مشايخ الازهر وانا قاصد ان اقول ان الشهادات لما تكون من شيخ ازهر آه. ده امام للمسلمين آه. وعلى علم صحيح. وثقه بين الناس لما يجي مثلا الشيخ الاحمد الزواهري إما يقول لنا إيه إن سيدي أحمد البدوي كان له النصيب الأوفر في التربية الروحية يعني في تربية الناس ما هو شهرته جت منين؟ الناس كانت بتأتيه وتتبرك وتفرع من عنده العلماء والأئمة ونشروا إيه علم الطريقة الأحمدية وأسقار وأوراد الطريقة الأحمدية مش في مصر بس تخطت مصر إلى جميع أنحاء العالم عشان كده قال كان له النصيب الأوفر في التربية ولقد اشتهر عنه بأنه كان يأتيه الرجل القروي منسوب إلى القرية البسيط فلا يرجع إلى أهله إلا وقد امتلأ بالحب الرباني فلا يعلم إلا الله قدر من انتفعوا على يديه أدي شهادة شيخ أزهر سيدي أحمد البدوي بأن المكان اللي فيه مقام سيدي أحمد البدوي يمتلئ بالنور يمتلئ بالحب الرباني الزائر يجي يرجع بالأنوار يرجع بهدوء وسكينة ودي فايدة زيارة الأولياء يرجع من عند الاولياء ان هو ذكر سيدنا رسول الله في اهل بيته ذكر الموده راح لموده اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل دوت في اماكن اضرحتهم في مساجدهم عامره بالخير الناس كلها تحب انها تروح تزور وتصلي في المساجد الكبرى لأهل البيت ومصر الحمد لله عامره بمساجد اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام إيه مفهوم الوصل عند المصريين ايه الوصل يعني نقدر نقول اتصال الزائر بالمقامات او برضو اتصال المريد بشيخه. دي هنرجع بقى لان في عندنا الحمد لله طرق ايه صوفيه يعني ايه مشيخ الطرق الصوفيه في مصر ايه من اكثر يعني الاماكن على مستوى العالم اللي بيسجل فيها عدد المريدين. طبعا ايه نظام الطرق الصوفيه ان انا اكون ليا لي شيخ ادي وصل انا بتصل بشيخي. وشيخي بيتصل بشيخ ثم شيخ ثم هكذا هكذا حتى نصل الى النبي صلى الله عليه وسلم <applause> الوصال دوت هنقدر نقول برضه هنشبهه بايه مثلا في علم القراءات بياخدوا اجازه بالقراءات والتجويد طب الاجازه دي خدها بناء على ايه انا قرات على شيخ والشيخ ده قرا على شيخ ثم هكذا هكذا حتى نصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ضمان <applause> صحيح القراءه ايوه تمام وخد اجازه بذلك كذلك في الحديث عن 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 الى عم. نصل الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه طب انا في طريق ربنا هصل الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عن طريق المشايخ يعني اي طريقه صوفيه معتمده وصحيحه بنجد ان المشايخ فيها متسلسله حتى تصل الى اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصولا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده الوصال يبقى انا موصول بيهم يبقى انا في حاجه بتربطني بالصالحين حاجه بتربطني بالمشايخ وهنا ياتي دور الشيخ بس لابد يكون على علم ولابد يكون على برضه يعني إيه, ايه معرفه بالله وربنا اعطاه نور البصيره عشان يقدر يوجهني وياخد بايدي يبقى هو كده خلاني ادخل في سلسله المشايخ او سلسله الصالحين حتى اتصل بهم وصولا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه والسلام. وسلم إيه تسلسل الـ 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 الشيوخ او تسلسل المشايخ وصولا لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام احنا الـ يعني الـ النبع الانساني والروحاني واحد تمام والتفرعات في بدايتها كانت قليله مم ثم زادت وصلت الى ان انا بقترب من 80 طريقه صوفيه تمام معتمده في مصر اه اختلاف الطرق في اختلاف الـ الـ الاوراد في اختلاف الـ الـ الطريقه في اختلاف الوسيله اه كل هذا ينم عن يعني اه تنوع ولا ينم عن يعني تحزب انجاز التعبير انه احنا في هذا المقام ولا تخالفني فيه وان خالفتني خرجت منه. تمام. والله هو الاصل بين الطرق الصوفيه وعند الصالحين ان ما فيش تعصب وكلهم من رسول الله ملتمسون. كل المشايخ وكل الطرق الصوفيه بتلتمس بسيدنا رسول الله. طب جه طرق متعدده ليه؟ التفرع وارد في أي مجال من مجالات العلم بيتفرع مثلا مشايخ المذهب الفقهي الواحد يتفرع عنه مثلا أتباع ويأسسوا مثلا إيه, إيه فروع صغيرة وصولا إلى المذهب الرئيسي كذلك دي الطرق الصوفية طيب إيه ما فيش إيه تعصب لطريقة على التانية ومحدش عارف القبول فين ونعم أنا إيه بتعبد لله عز وجل بذكر بعد الفرائض وبعد الورد والقرآن أوراد الطريقة بتاعتي طب الأوراد دي جت منين؟ يعني نقدر نقول إن هي أذواق مشارب المشايخ الكبار في الطريقة جربوا أعداد معينة من الذكر. ألهموا في قلوبهم بنور البصيرة إن ربنا ادالهم مثلا إيه هيذكروا بأعداد معينة كما قيل مثلا للعارف مرآة النظر فيها تجلى له مولاه طبعا بلا تحديد وبلا تشبيه للذات الإلهية. لكن يشهد التجليات دي في قلبه. فيبدا يجرب اذكار معينه يبدا يلقى اليه في قلبي عدد معين من الاوراد او الادعيه او الدعاء المقصود يطمأن لها او يرتاح لهذا آه. العدد اه فلما يستريح ليها يعملها اوراد خاصه لطريقته طب انا تابع للشيخ دوت يورث لي هذه الاذكار وهذه الاوراد طب معظم المشايخ اللي موجودين باورادهم بطرقهم الان هم ميراث ولا اضافوا عليه الاساسيات ثابته تمام يعني احنا اوربنا مثلا في الطريقة عندنا ثابته امال التجدد يجي في ايه مثلا ممكن الشيخ بتاعي زي مثلا ناخد مثال الشيخ الوالد هو كان نفسه يدخل الخلوه في حياته شيخه منعه قال له انت ربنا ادالك نوع من العلم يعني ايه خليك انت في مجال الظاهر عشان تنفع الناس وبالفعل ترك تراث علمي هائل وبسم الله على النفع بيه ايه كثير إيه التجدد ممكن بقى يا يعني مثلا شيخ تاني يوجه مريد اخر لدخول الخلوه يوجهوا مثلا لنوع معين من الذكر فسماع الشيخ توجيهات معينه من شيخه او سماع المريد من شيخه توجيهات معينه ده ممكن اللي يكون فيه تجديد يوجهه ان في المرحله ديت انت عليك بالذكر والقران مرحله تانية ممكن يوجهه لقيام ليل مرحله تانية يوجهه لدعاء مقصور لاوراد باذكار باعداد معينه ده اللي ممكن التوجه يعني كل وقت ياخد نوع معين من او, أو باب معين من ابواب الوصول الى الله اشهر المريدين في مش الاعلام لا المريدين و واشهر حكاياتهم تذكر منها ايه مع مشايخ التصوف في مصر يعني مثلا انا يحضرني في المريدين وفي حالهم مع الله سبحانه وتعالى هنا في القاهره مثلا سيدي علي نور الدين البيومي رضي الله عنه ده كان من اكابر المريدين وانتسب برضه للطريقه الاحمديه والعده طرق إيه كان يسكن بجوار إيه مقام سيدنا الحسين رضي الله عنه في الحسينيه. إيه كان مشهور عنه له حضره في مسجد سيدنا مولانا الامام الحسين كل يوم ثلاثاء. إيه وكان بيطلع من مقر إمامته مقر اقامته في الساحه الى مسجد سيدنا الحسين بموكب كبير ذكر وتهليل ويدخل المسجد بهذا الذكر وهذا التهليل. جه طبعا بعد ناس اشتكوا لشيخ الازهر الشيخ الشبراوي في هذا الوقت. إيه ده امام وده رجل من اهل الدين ورجل من اهل العلم ورجل ازهري وازاي يدخل المسجد بموكب وفيه ذكر وفيه تهليل وتكبير وصلاه على النبي بهذا الايه الطريق كان مشايخ الازهر برضه عندهم فتنه قال لهم في ناس لهم احوال معينه مع ربنا ما تعترضوش عليهم واذا اصرتوا على الاعتراض تعالوا نحتجم الى مجالس العلم وبالفعل إيه الشيخ الشبراوي دعا سيدي علي نور الدين البيومي الى مجلس علم وحضر فيه المنكرين بدأ سيدي علي نور الدين البيون يشرح أحاديث الأربعين النووية ودي طبعًا يعني من أشهر آه. الأحاديث المعروفة آه. طبعًا بالمناسبة سيدنا الإمام النووي من أئمة التصوف آه. وله ورد صوفي قمة في الروعة في التذلل والعبودية لله عز وجل وفي الحفظ والصيانة من الأذى والشرور من الإنس والجن. آه بدأ يشرح في الأحاديث الأربعين النووية. المنكرين قاعدين في الصفوف الأولى لما سمعوا علم الشيخ وبدا الشيخ ربنا يفيض عليه ما دول لهم يعني حال مع ربنا ربنا مدي لهم علم لدني والعلم اللدني مذكور في القران وعلمناهم لدنا علما فربنا اداله من العلم والفيوضات قعد يشرح ويسترسل في الحديث قالوا احنا ما سمعناش الشروح ديت والاحاديث الاربعين نوويه مشهوره لم نسمعها من قبل ففهموا ان دوت ليه حال مع ربنا لما سمعوا هذه الشروح لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قاموا هم يذكرهم وبداوا من نفس اللي كان بيعمله الشيوخ داخل المسجد بالتهليل والتكبير والصلاه على النبي تاييد لما كان يفعله الشيخ ولعدم الاعتراض عليه مره ثانيه قاموا هم بالذكر والتهليل داخل المسجد ولا مانع من ذلك ما طالما يعني الذكر الجهري مباح الذكر الجماعي برضه مباح شرعا ايه الذكر بالصلوات على النبي بالادعيه بالادعيه المقصوره كل ده مباح فاصبح المعترضين على جهر الشيخ والموكب وإظهار شعائر الله بصورة جهرية هم اللي في نفس الجلسة طبقوا ده عمليا لما سمعوا سمعوا كلام الشيخ عرفوا ان ده ربنا بيديله حال معين وبصيرة وبيتصرف بحكمة وده اللي فهمه مشايخ الأزهر زي الشيخ الشبراوي وجه الناس ان هم يسمعوا الشيخ قبل ما يحكموا عليه كذلك برضو يذكرني في النقطة دي الشيخ المطيعي كان مفتي الديار المصرية وبرضه كان ليه مجلس علم في مسجد سيدنا مولانا الامام الحسين رضي الله عنه <applause> من بعد العصر اثناء المجلس وفي الشرح وطبعا رمضان شهر الروحانيات قام واحد من المريدين يعني ليه صله ووجد كده مع ربنا صاحب صوت عالي لا اله الا الله هنا طبعا برضه اهو ده مفتي يعني مش انكر عليه وقعده ولا مثلا ده مجلس العلم ويبدا يتعامل لا احنا قلنا ايه وكذلك جعلناكم امه وسطا الرحمه في التعامل مع الناس هي دي وسطيه لا تشدد والمعامله برفق هي ده معنى الوسطيه قام الشيخ المطيعي نزل مع كرسي التدريس ونزل يذكر معاه فوجد ان يعني الذكر له تاثير في القلب قوي اوم جميع الحاضرين والقصه دي مقصوره لسه كان في رمضان الفتحات حتى جت في اذاعه القران الكريم اوم الحاضرين يذكروا ودنهم جميعا يذكروا الله عز وجل بذكر جماعي وبتهليل لم ي... لم ينقطع الذكر الا بان حان وقت اذان المغرب في شهر رمضان هنا انتهى مجلس الذكر يبقى قلب مجلس الذكر قلبه من علم الذكر ده وارد إيه حين برضو يعني إيه نقدر نقول مثلا إيه بصيره الشيخ يجد ان إيه غلب على المقام في الوقت دوت ذكر الله الناس في مكان زي مسجد سيدنا الحسين شهر مليء بالروحانيات شهر القلوب محتاجه لذكر الا بذكر الله تطمئن القلوب ممكن واحد يذكر لوحده لم يجد هذه الراحة في الجماعة هم القوم لا يشقى لهم جليس أنا شايف ممكن ربنا دوت إبله أنا أقبل معاه ربنا نزل على ده خير أنا ينبني من الحب جانب زي ما نقول مثلا م. ربنا مثلا استجاب من ده ممكن برضه استجاب لي ببركة إن أنا قاعد في نفس المجلس اللي ربنا استجاب لواحد الكل بيكرم في مجالس الذكر ومجالس الخير ودي احنا قلنا مثلا الشيخ المطيع كان مفتي الديانه المصريه اقر الذكر اقر الوصال أقر الحال واشترك مع المريد اللي قام وصاحبه في هذا الحال طالما إنه لا يخالف الكتاب والسنة الحضرة كيف تكون؟ اللي لا فيها يعني مغالاة ولا فيها غلو ولا فيها تباسط ولا فيها يعني تساهل أكثر من اللازم أو يعني فعل أمور مستهجنة على أي حال من الأحوال تحفظ للمكان يعني وقاره وتحفظ لكلمات الله هيبتها كيف تكون الحضرة؟ تمام الحضرة ولا الحضرة مثل بالحضرة اللي احنا تربينا عليها الحضرة النقشة من دي. يعني احنا الحضرة عندنا بتبدأ بالفواتح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته والصحابه والتابعين واهل البيت والاولياء إيه ثم بتبدا عندنا إيه بالفتحه سبع مرات ودي برضو حاجات مقصوره عن المشايخ في الطريقه النقشه من دي إيه ثم الصلاه على سيدنا رسول الله 100 مره توزع على الحاضرين إيه ثم قراءه سوره الم نشرح لك صدرك 79 مره والعدد ده برضه هو نفس عدد شعب الايمان عدد مقصور في الدين إيه ثم بقراءه سوره الاخلاص توزع على الحاضرين الف وواحد يعني ألف مرة صورة كل لوحده وكمان مرة واحدة طب العدد دي جي منين اذكار مقصورة. مشايخنا جربوها حسوا فيها فتح وصول إلى الله فإحنا بنعمل الحضرة بناء على وصايا مشايخنا في الطريق بنفس ما وجدوا فيه القبول والوصول إلى الله عز وجل توزع الحاضرين ثم يعاد الصلاة على النبي في الآخر برضو ما مرة على الحاضرين توزع ثم الفاتحة برضو في النهاية سبع مرات ثم بقراءة عشر يعني آيات من القرآن الكريم ثم الدعاء دي الحضره بهذه الضوابط ذكر قرآن دعاء صلوات على سنة النبي وأحياناً بيكون عندها إيه بعدها فقرة علم إيه موعظة توجيه حديث نبوي قصة مقصورة عن الصالحين عشان تكمل الفائدة مع الحضرة والذكر علم الإنسان يستفيد إيه معلومة طالما الحضرة سلوك الحضرة إيه جسدياً بيطلع حاسس إنه امتلأ بالنور لا سلوكه م في الحضرة التزام بالخشوع آه. انه في ذكر م. والمكان له هيبته لكن بنشوف بقى ايه ناس بتقوم تتنطط وناس بتتشقلب وناس بترقص وناس كذا سلوك ملفت للانظار يقولك هو في حال مع الله يعني هو مش حاسس بنفسه بس هل يكون هذا في مقام المساجد والله المسجد له حرمته آه. اي افعال من اللي ممكن تكون بالطريقه اللي حضرتك قلتيها آه. داخل المسجد محرمه شرعا مشايخنا علمونا كده وجميع اهل العلم على ذلك المسجد له حرمه. انما احيانا بنشوف فعلا حاجات من النوعيه دي بتكون احتفالات خارج المسجد. يعني دي بنسميها مثلا نقدر نطلق عليها كده افراح الصوفيه. م. حاجه زي ده الفرح بتاعهم. انما مش مش ده يعني مش بيعمل كده على انه عباده؟ اه انما دي, دي مش حضرة عادة. مش حضرة. يعني الحضره تفقد حضورها لو كانت فيها السلوكيات دي. تمام. اه الحاجات المنتشره ديت يعني افراح الناس عايزه ايه تفرح عايزه تعيش مثلا في جو فيه مثلا ايه بهجه للنفس عايزه مثلا ايه وبالذات لو بتسمع اناشيد بقى في حب اهل البيت إيه ديوان سيد عمر بن الفارض ممكن واحد بياخذه الحال والوجد يندمج إيه غصب عنه بيتر... يتمايل ماشي طالما غصب عنه واحد بيفعلها مثلا علشان ايه يحقق ما يعني يدعي ان هو يعني ايه لو حال مع الله يكتسب منها مثلا مال يكتسب منها مريدين يكتسب منها الناس تديله حاجه هو ده الحال اللي احنا بنرفضه في التصوف لكن واحد غلبه الشوق غلبه الحال وذكر ربنا وتمايل. لا شيء في ذلك وبالذات ان هو دلوقتي مثلا ايه بيكون يعني مش هنسميها ايه بالمعنى المفهوم بتاع الحضره اللي لها ضوابط وليها ايه اداب وبتكون داخل المساجد انما في الافراح بتاعت الصوفيه لما يسمعوا اناشيد ويتفاعلون معاها إذا كان ده نابع من القلب بلا تصنع وبلا مثلا نية إنه يظهر وسط الناس بصورة معينة لتحقيق أي مكسب مادي أو معنوي أو جاه أو مريدين أو صيت هو ده اللي بنرفضه إنما إن غلبه الشوق وظهر مثلا في حالة إنه بيتمايل زي اللي بيقرأ قرآن ممكن واحد بيقرأ قرآن آه طبعا غلبوا الإيه مثلا الاندماج مع القراءة واحد بيصلي على النبي وغلبوا الاندماج مع الصلوات وهكذا ده لا شيء فيه يعني التمايل بهذا الشكل وليس المبالغات اللي ممكن نشوفها لانه بيبقى منتشر المقاطع اكيد بتشوف حضرتك واشياء تمام. من هذا القبيل فنقول يعني بيوت الله يعني لها حرمتها ولها لها هيبتها يعني ما, ما ينفعش ده يحصل في مساجد ربنا اللي يعني جعلت لل... للانسان يكون فيها على افضل خلق وعلى احسن زينه وعلى افضل شكل وعلى افضل اتزان فلما بنشوف ده بيعتبر وكأنه رساله يعني سلبيه عن مفهوم التصوف في مصر. ولذلك توقفت مع حضرتك معاه انه يعني قلت لي ده محرم شرعا انه السلوكيات دي تكون موجوده في المساجد. تمام صحيح؟ صحيح آه. السلوكيات المبالغ فيها او المتصنعه هي دي محرمه. انما لو في مثلا تمايل خفيف واحد القران وهو طبعه يتمايل مندمج فبيذكر فبي بي بي الله وهو بيعمل كده يعني في امور هي آه. مقبوله نفسيا أيوة يعني ان تراها يعني ما فيهاش مشكله تمام واحد آه. بيذكر مثلا في حضره مثلا في فتح المسجد بذكر لا اله الا الله وبدا يتمايل آه. معه تمايل بادب وبتلاقي حتى حاطط ايده كده مثلا في خشوع وفي سكينه هو يعني غلب الشوق وبدا يتمايل ده ما فيهوش حاجه أوه. انما الناس بتصنع بقى وتبدا مثلا اشبه بالرقص ول... اه وي... في الارض وي... ويسقف والحاجات دي الشقلب في الارض ده أوه. كله ده غالبا تصنع أوه. يعني احنا بننقد الدخلاء على التصوف أوه. وكذلك مثلا يعني اغلب برضه يعني الشيء بالشيء يذكر اغلب الائمه اللي كانوا بينقدوا التصوف زي مثلا الامام ابن الجوزي له كتاب تلبيس ابليس نقد فيه نقد كتير أوه. في التصوف هو هو برضه نفس الامام لصفة الصفوه ذكر فيه ائمه التصوف زي سيد الطائفه الصوفيه هو هو ما نقدش التصوف هو أيوة. نقد سلوكيات يعني الامام ابن الجوزي نقد سلوكيات فيها شبهه تمام لكن هو هو ما نقدش صميم فلسفه التصوف او صميم الخلق الانساني الطيب تقرب الى الله كذا كذا لا هو كان النقد موجه لمثل هذه السلوكيات اللي تطورت بالشكل اللي بنتناقش فيه وحضرتك بتدرأ الشبهه دلوقتي بردك فيه تمام بالفعل نفس الكلام اللي حضرتك قلتيه يعني ممكن الشيخ الدكتور جوده في كتابه أعلام الصوفيه لما ذكر الكتابين دول لإمام ابن الجوزي فرق وعمل مقارنه وقال تلبيس إبليس ده نقد للدخلاء وللأدعياء الناس اللي مثلا اللي محل النقد دول ودول استهلوا النقد داخلين بيعملوا مظاهر ليست من صميم الدين داخلين مثلا يضيفوا حاجات مثلا لسورة النبي ما كانتش موجوده إنما الكتاب الثاني بقى صفه الصفه لما ذكر فيه مثلا اقطاب الصوفيه زي سيدنا مولانا الامام الجنيد وده سيد الطائفه الصوفيه طبعا. ذكرهم بكامل الاوصاف والثناء والمدح والقاب التصوف حتى المشهوره عنهم زي العارفين بالله والامام الرباني والعارف الكبير كل ده ذكرهم فيبقى في النقد للدخلاء والادعياء للمتصنعين لمن يريدون تحقيق اي مكاسب اما الائمه الثقه اللي ربنا جعلهم لهم من الشهره وللتربيه في تربيه المريدين ولهم منهج صوفي صحيح دول مش محل نقد دول محل يعني نقدر نقول قدوه للناس يعني مثلا ناخد مثال مثلا سيدي ابراهيم ابن ادهم ده كان من اكابر الصوفيه كان لما يخرج للناس الناس بتجتمع حواليه وحتى يعني ايه كان يعني غالبا يكون في الخلوه وله حال مع ربنا يخرج للناس الناس تجتمع حواليه وتساله يا امام إيه ندعو الله ولا يستجاب لنا فبدا يوجههم ادي توجيه بقى الائمه اللي مش محل نقد من ائمه السلف ومن جمهور العلماء إيه قال لهم إيه لا يستجاب لكم لان قلوبكم قد ماتت بعشره اشياء وبدا يوجههم ويعلمهم ده قدري بقى ده بيوجه الناس ايه العشر اشياء كده نقولهم في عجاله سريعه عرفتم الله ولم تؤدوا حق معرفته زعمتم انكم تحبون رسول الله وتركتم سنته اكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها قراتم القران ولم تؤدوا حقه بعد كده اشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم قلتم ان الشيطان لكم عدو ولم تتخذوه عدوا قلتم ان الجنه حق ولم تستعدوا لها قلتم ان النار حق ولم تهربوا منها دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم ادي توجيه الناس عشان ما يكونوش ايه يصابوا بصفه موت القلوب علشان الدعاء يستجاب يبقى هم الناس بتجتمع حوالين المشايخ اللي ربنا يعني مثلا جعلهم محل شهرة في الأرض إن هم يوجهوا الناس لطريق ربنا دول مش محل نقد لا من أهل التصوف ولا من عامة الناس ولا من أئمة السلفية إنما النقد بيكون للأدعياء للدخلاء للمتصنعين للي عايزين مثلا يتكسبوا من وراء التصوف وهكذا مم. مملكة الدرويش النهاردة وإحنا في طريق إلى الله مع حضرتك وشرحت لنا أشياء كثيرة مين ممكن تشوف أنه يعني الأبرز فيها بالنسبة للدكتور أحمد اللي كان صاحب حال أشهر فيها اللي كان صاحب مريدين قدروا يحتفظوا بحاله حتى الآن أو بنفس منهجيته حتى الآن والله ومن رموز مصر برضو لو بتشوف رموز على اي صعيد كان سياسي تاريخي على اي صعيد تشوف ان هم دول كانوا اجمل او او ابرز الدراويش في عقليه المصريين. تمام. والله اللي مفهوم الدرويش هو اصلا كلمه درويش دي جايه من ايه؟ لما واحد كده يعني يبدا يقرب من ربنا شويه ويزهد في الدنيا شويه يدير وجهه للدنيا اه دار وش يعني ضير وشه للدنيا، طب هو ضير وشه عن الدنيا بص للايه؟ للاخره ودول اصلهم يعني غلبهم هذا الحال وعندهم الوصال بربنا عز وجل لا يغني عنه شيء يعني مثلا حتى يعني مثلا ناخد مثلا مقوله سيده عمر بن الفارض هنا مقامه هنا في جبل المقطم بيعبر عن هذا الحال بيقول ليس سؤلي في الجنه نعيمًا غير اني اريدها لاراك هو ده المفهوم الاصلي الصحيح للدرويش انا مش عايز الدنيا وديرت وشي عنها حتى في الجنه انا يعني المفهوم بتاعي للجنه على كلام سيد عمر بن الفارض ان هو وجه الله وجه الله آه. حتى سيدي ابو لزيد البسطامي وده ايضا من الاكابر الصوفيه مشهور في مصر كان يقول في هذا المقام ان لله عبادا لو حجبهم في الجنه عن رؤيته لاستغاثوا في الخروج من الجنه كما يستغيث اهل النار في الخروج من النار شوف شده التشبيه يبقى آه. هو يعني بيعبر عن حال الدراويش بالمفهوم الايه البسيط اللي هم اتجهوا آه. ربنا آه المصري آه. الاصيل البسيط اتجهوا لربنا بصدق فده حال الدراويش حال الاولياء حال المحبين مع الله عز وجل نقدر ان هو يعني وده مش من فراغ كانوا دايما يعني إيه, إيه, ايه, مع سيدنا رسول الله عايشين يعني سيدي ابو الحسن الشاذلي هنا برضه مقامه في اخر مصر في عند البحر الاحمر كان يقول والله لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين عايش مع سيدنا النبي على طول متخذ يا يعني مثلا معي سيدنا النبي في الوصول الى الله عز وجل اكبر مثلا اللي الاولياء وتربى على هذه المدرسه ايضا نأخذ مثلا نختم بها حكمه من حكم سيدي احمد بن عطاء الله السكندري مقامه هنا برضه في المقاطعة دي طب. كلها اسماء دراويش بالنسبه لك آه. اعلام اه بالنسبه لنا يعني المفهوم البسيط عند عامه الشعب المصري هو دول دراويش آه. وينفع لهم أعلام محبين آه. اكابر الصوفيه اهل الله اهل الله بركه اولياء آه. بركه كل دوت ايه يعني بنصب في, في معين آه. واحد او مفردات لشيء ايه واحد إيه مثلا هو لما بيعبر عن حال الناس اللي هم في وصال مع الله عز وجل كان يقول في الحكمه طبعا والحكم دي من اعظم كلمات المؤثرة كان يقول كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء يعني بيقول أن يعني ربنا في حاجة تحجبه عننا ده هو اللي أظهر كل حاجة بل كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى بل كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء كل شيء شايفه وبيسبح بحمده الظاهر صح ايوه وان من شيء الا يسبح بحمده بل كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو اقرب اليك من كل شيء بل كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء دي بنقول الحكمه دي ليه؟ علشان نوضح ان العارفين الدراويش بالمفهوم بتاعنا العادي كل دول عندهم ان يعني ما فيش حجب بقى. بينهم بتمنعهم عن مشاهده الانوار والتجليات الالهيه فتحت لهم الابواب احنا بالنسبه لنا ممكن تكون ابوابنا مقفوله طيب في ناس ربنا اداهم ما ننكرش عليهم دي لهم حال مع ربنا بعضهم تجدهم في الخلوة بعضهم تجدهم مثلا في وسط الناس بعضهم تجدهم في المساجد بعضهم في عملة يعني مش بالضرورة ان تلاقي الدرويش دول في مكان معين المهم يكون حاله صادق مع ربنا في اي مكان تجده يكون هذا درويش في قلبه اه تجد هذا طالما قلبه في عمار بينه وبين ربنا بالمفهوم العادي المبسط خالص أهو يطلق عليه محب درويش من اهل الله رزقنا الله معيتهم وأدام الله علينا الخير ببركتهم شكرا جزيلا لوجودك الكريم معنا شرفنا بكم وربنا يعود علينا جميعا أمين. بالخير والبركات على شعبنا وعلى أهل مصر وعلى الأمة الإسلامية كلها أجمعين يا رب العالمين كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وكل المصريين وكل الدنيا بخير رحلة في نقاط نصل بها إلى الله في طريق الليلة إلى الله مملكة الدراويش يا ليل مهلا أنا لي حبيب هاجري ملأ الفؤاد صبابة وخواطري يا ليل لي حبيب الفؤاد صبابة وخواطري حبيبي أنا كم جئت أدعوه وقلبي بيته أه يا حبيبي كم جئت أرجوه أدعوه بل أرجوه نعم وقلبي بيته بل الحب يشرق في صميم مشاعري إن تسألوني لما الكرب قلت صابني الهوى أسير يبكي ويشتكي أصبح القلب رهين أسير يبكي ويشتكي من نار الجواء الحب أعيا وللأحشاء قد شوى فلا الحبيب له وصف ولد ترى خفايا القلوب ولسنا نراك وكنت اناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك احبك حبين حب الهوى لانك اهل لذاك فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك كشفك للحشب حتى أراك فلا دا الحمد في ذا دا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك فلا الحمد في ذا دا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك أشتاق شوقاً شوقاً وشوقاً لقرب